صباح الخير، احلى واجمل صباح من اي في اكاديمي سيبو الفلبين، اكاديميه كبيره، سيكوريتي حراسه وتجديد امني، يعني حاجه فظيعه. اي في اكاديمي، اي في اكاديمي. This one, this room, right? Yes. هذا غرفة. This one, placement test also here. Placement test and. Placement test. I've heard here. Another test and also IELTS. Okay. هذا غرفة الاختبارات والهذا. Okay. AV Academy. هذا غرفة الاختبارات 24 ساعة طبعا متاحة لأي طالب، يعني يذاكر مذاكرة، هنا مذاكرة يقعد ويجلس يقرأ، فهذه 24 ساعة 24 hours. وما زلنا في الجولة في معهد اي في اكاديمي سيبو. كل هنا المعلومات، also the trip, there is trip for students. All information we have here. Here, and then here is the movie schedule. Every Saturday we will have movie for students. معهم هنا برضو movies للstudents. هنا الجداول تبع الموفيز free, right? Yeah, it's free, and here also EV activities. هنا EV activities والactivities هنا حق النشاطات، وهنا الموفي اللي هو ليش السينما، ومواعيد السينما تبدأ كذا كذا، داخل السينما موجودة هنا داخل ومجانية، حاجة حلوة يعني. Okay, this one. يوغا سكيدول فور 1 مانث ديسمبر سكيدول. اوكي هوليدي شوبينج فور نيو ستودنتس 10 ام. اوكي ذس وان وات اند ذس از اور ايفنت فوتو كونتست. اي سي، هذا كله النشاطات وهذا كله هنا مكتوب. از اور اوفيس، هذا الستاف. If student have any problem, they can come here anytime. أي طالب معه مشكلة، أي مشكلة يجي هنا، هنا عند الستاف هذولا حيحلوا له إياها. Okay, so nice. Her bookstore. Anyone wants book? Anything? If they buy the book, they can. ها، هنا واحد يبغى يشتري كتاب ولا شيء يجي هنا عند الكاشة. Okay. This one group, right? Yeah. Six person, all right. هنا. Small group is 5 to 6 and big group is 8 to 10. Okay. هنا so every day students study 8 class from 8 to 9 o'clock. Every day students study? Yeah. From 8 to 5 p.m. From 8 to 5 okay, p.m. 8 class. One class is 55 minutes and 5 minutes for rest time. Okay. Understand. هذا كل الكلاسات تبع الجروبات. شوف حتى الناشوناليتيز. ما فيش ولا عربي هنا. هنا الموفي، السينما اللي شفناها قبل شوية الجدول تبعها هنا، يقعدوا يشوفوا هنا السينما، طبعا مجانية للطلاب، والله حاجة حلوة، رهيب رهيب. اوكي نيكست. هذا اللي يبغى يدخن هنا، قاعة التدخين. يس. ايلس تيست. اوكي هنا برضو اختبارات، قاعة اختبارات. هذا برضه جروب كلاس، شوفوا كيف الجروب كلاس. هنا الجروب وهنا مان تو مان، هنا الجروب وهنا مان تو مان، هنا المان تو مان. طبعا احنا نعمل تصوير سريع. هاي طبعا المعهد كبير مرة، يعني كبير كبير كأنك في جامعة.
لكن الان عند ال 1 تو 1 والجروبات هنا موجوده. هذه الجروبات، هذا عربي بس انا اترم عربي. This is an Arab, right? Sorry, here is listening. Huh? This one like a multimedia class, right? By laptop, by... Yes, it's for... It's a theme. Ah, okay. Here. Groups, okay. هل 1 to 1؟ هذا 1 to 1، وهذاك الباب، واللي هناك هذا كله 1 to 1، واللي هنا هذا كله groups. فباين من الابواب الصغيره 1 to 1. Yeah, okay. هنا الغرف الطلاب والهذا، هنا كل الغرف. الغرف طبعا الطلابية اللي داخل المعهد نفسه زي كذا. هذه دبل روم لشخصين، فهذا سرير وهذا سرير، فواحد يقعد هنا وواحد هنا، وهذا الفيو. اوكي. الغرفة ما شاء الله نظيفة حلوة مرة، في طاولتين يعني شخصين، هنا واحد حط له كرسي هنا واحد كرسي. مكيف. اوكي. هنا الثلاجة معاكم، وهنا هذا. وهنا الدواليب لكل واحد واحد. حلو مقسمين. حتى الخزنة حاطين له، والله كويس. وهنا نفس الشخص الآخر هنا. برضو بخزنته. فالأمور مقسمة بشكل مدروس يعني، ممتاز والله صراحة. Next. وانتم كرام الحمام، حمامات كذا. هذا الحمام. شوف المرة الكبيرة. هذا أنا طبعا. حتى عندهم هذا مجفف الشعر يعني. شوف الأكاديمية صراحة حلوة مرة. طبعا هذا. بس صراحة رهيب. تخيلوا هذا المبنى كله تبع المعهد، نحن في مبنى يعني كبير مرة ومغلق وعلى حراسة، وفيه مسبح وفي نادي رياضي وخدمات، بصراحة جدا رائع. اوكي. Monday and Thursday. اوكي. هذه اللندري اليوم الاثنين والخميس. فيجي الطلاب هنا ياخذوا منهم هذا ويغسلوها، فهنا المغسلة موجودة داخل. They will go and pick up the clothes from the room, right? No, no, they will bring to here. هذا الطلاب لازم يجيبوها لهنا. اوكي، understand. Thank you. هذا السكن شوفوا. كله مفتوح الضوء يعني. اوكي. شوفوا خدمات الغرف. كأنك في فندق مش في أكاديمية في معهد. So really? One week we clean the room first, then two times. بالاسبوع مرتين ينظف الغرف يعني. الان رايحين على الجيم، اللي بيحب الجيم بنفس السكن. هنا متى يفتح متى يسكر الجيم. From 6 a.m. until 8 a.m. Class hour is closed and 5 a.m. until 11 p.m. Open, okay. هذه الأوقات. وهذا الجيم. فتيجي تدرس ورياضة وكل حاجة. Oh, it's really nice. طبعا روي لكم من الجيم السويمنج بول، مش داعي ننزل لتحت. فنعطيكم من هنا. هذا المسبح. شوف المسبح. طيب الان نتكلم على الجدول الدراسي تبعهم، على الباكيجات. هذه عباره عن باكيجات دراسيه. هذا باكيج وهذا باكيج وهذا باكيج وهذا باكيج. هذا الباكيج الان ما يسووش ولا هذا. الاثنين هذول لغوهم حاليا، موقفينهم مش لغوهم. فهم شغالين على ذا او على ذا. فاللي يبغى يدرس ميكس اللي هو 1 تو 1 وجروب، فال1 تو 1 الاخضر هذا والجروب الاسود، فهنا حتكون نص يومك 1 تو 1 ونص يومك مع جروب. او اللي يحب السبيكنج المحادثات كثير جاي عشان يدرس محادثات ياخذ الباور سبيكنج اس بي 2. الباور سبيكنج حيكون كله 1 تو 1 مع عدد اثنين مع جروب. هنا نص، شوف هنا كم؟ معك واحد اثنين ثلاثه اللي هو
intensive ESL class SPA plus SP2. ففي ناس يدرسوا ذا وفي ناس يحبوا يدرسوا ذا. فالباكج العادي اللي ياخذوه الطلاب يعني دائما ياخذوا ذا. فهو الانتنسيف هذا ASL اللي هو الريدنج باليوم من الساعة 8 هيكون للساعة from 8 AM until 5 PM للساعة 5. في معاكم ريدنج ومعاكم رايتنج ومعاكم سبيكينج ليسننج ومعاكم جرامر ومعاكم برزنتيشن ومعاكم اكتف سبيكينج ومعاكم CNN ليسننج. CNN ليسننج هذه تبع النيوز الاخبار طبعا بالمستويات العالية، مش الاطفال اللي حيجي يدرس واحد صغير مش حياخذ بي، فهذه المستويات العالية. فهنا نفس الحكاية، هذه الايش اللي يحب الايش اللي جاي هنا في سيبو عشان ياخذ ايش محادثات، فياخذ الباكج ده اللي هو باور سبيكينج، فهياخذ 1 تو 1 كثير، فكله يتكلم على الكونفرسيشن على الافكتيف كوميونيكيشن، معك الكارنت ايشوز، معك ديناميك ريدنج، معك البرزنتيشن، معك اكتيف سبيكينج، معك فلوينت سبيكينج، معك كونفرسيشن انجلش، معك ذا ليكشن، حاجات كثير كلها مختصة بالإيش بالكلام بالمحادثة بالأشياء هذه. فصراحة اللي جاي يدرس اللي يشوف مستوى عالي يجي هنا يأخذ ذا السبيكينج، واللي يشوف مستوى مبتدئ يخش على هذا اللي هو الإيش الانتنسيف ASL كلاس. فنختم الآن خلاص هنطلع من هنا. فشكرا شكرا شكرا، thank you so much to visit EV Academy، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.